مساء الخير وتحية لجميع المشاهدين. أولا عذرا على التأخير، وثانيا عذرا على رداءة الصوت بسبب عطل صحي إذا جاز التعبير. ومثل ما سمعت، إذا كان حقا للإنسان من اسمه نصيب فهذا أكثر ما ينطبق عليها، لأنها وهبت صوتا رائعا وموهبة استثنائية. هذه الشابة التي تسابق عمرها بما تختزنه من شغف للفن وحب لأدواته المختلفة، ابتسم لها القدر منذ بداية الطريق، فكانت نجمة على مسرح عريق يحمل وتوقيع الرحابنة. ومثلما كانت رهانا رابحا لأسامة الرحباني الذي رأى في صوتها بساطا قادرا على حمل موسيقى إلى البعيد البعيد وإلى الأعالي. هي الأصغر سنا بين اللواتي وقفنا على خشبة المسرح الرحباني، وهي أيضا الأصغر سنا بين اللواتي والذين جلسوا على كرسي خليك بالبيت منذ 14 عاما حتى الآن، لكنها بالتأكيد كبيرة في موهبتها وصوتها الاستثنائي. هبة طوجي، أهلا وسهلا فيك، شرفتي خليك بالبيت. أسامة الرحباني، أهلا وسهلا فيك. قد ما صوتك حلو راح صوتي أنا سلف الليلة. هبة، بدي يعني بلش أنه حضرتك ابتديتي محل مكتار بيتمنوا يمكن يختموا مسيرتهم الفنية، من مسرح غنائي استعراضي راقص، مسرح بيحمل اسم منصور الرحباني والشباب مع احترامي لهم فردا فردا. شو التحديات اللي بتحسي انك بتواجهيها بسبب هالبداية اللي هي بداية من فوق؟ اول شيء مساء الخير لك ولكل اللي عم يحضرونا من شعر الريبورتاج الحلو والمقدمة الحلوة. تستاهلي. كثير في تحديات بمجرد انك تكون واقف على مسرح الاستاذ منصور الرحباني، ومجرد ما هو حملك مسؤوليه نصه، مسؤوليه موسيقته واسمه. هيدا اكبر تحدي، التحدي هو انه تكون على قد مسؤوليه اللي حملك اياها الاستاذ منصور، الاستاذ الكبير. التحديات الثانيين هن اذا بدك النص، انك توصل النص اللي هو كتبه بطريقه جيده، وانك تكون بهالخبره الصغيره اللي عندك اياها قادر انك توقف على هذا المسرح وما يكون في فرق بينك وبين ناس كبار صار لهم زمان واقفين على خشبه المسرح. من وين عندك هالوعي؟ يعني عمرك صغير، هلا صاروا 22 سنه بلشتي معهم من 3 سنين بعمر 19 سنه، نضجك الفني، وعيك، اختيارك هالنوع من الموسيقى والغناء والفن عموما، قد ايه له علاقه يمكن البيت، الاهل اللي سمعنا انه كلهم بيحبوا الفن والموسيقى، من وين جاي هالوعي؟ اكيد جو العائله وجو الاصحاب، وانت الجو اللي بتكبر فيه كثير بيساعد انه يكون لك شخصيتك، بس بالنهايه انت بدك تشتغل على حالك لحتى تكون مميز، بدك يكون عندك حشريه تنبش على اشياء خارج الاطار اللي انت المحطوط فيه. يعني انا اذا بدك الاشياء اللي كانت موجوده بالبيت كانت تعني لي كثير وكانت تاثر فيي، ولكن كان عندها الحشريه انه دائما اكتشف اشياء ما انا موجوده وجرب انا اسال لابعد واحضر اشياء مش كل اللي حوالي بيحضروها، اما اقرا اشياء مش كل اللي حوالي بيقروها. هذا الشيء خلق وعندي اذا بدك بعد شويه اكبر من الانتوراج انا موجوده فيه، وخلى انه يصير عندي هيدا النضج، لانه بالنهايه النضج هو تكتسبه انت وتشتغل عليه مع الثقافه اللي عندك اياها ومع التجارب اللي بتقطع فيها. وما في شك انه كمان بيلعب دور، شخصيتك بتلعب دور. يعني قبل ما نشوف ريبورتاج كيف تعرفتي على اسامه ومين اللي دلك على اسامه، خليني اسال استاذ اسامه الرحباني انه شو اللي اكثر شيء لفت نظرك بهبه اول مره التقيت فيها؟ على شو رهنت بتبنيك لموهبتها؟ اول شيء اسمي اسامه ترجي. نعم. انا وياك زي الاصدقاء كثير، ما في شيء. تسلم. بقى يمكن هبه اول مره مثل كل اي انسان بيحب يغني دائما بيقول لك انه بحب اجرب صوتي، وهذا كان اللقاء. ولما سمعت الصوت انه لحظات حسيتك انه بيلبق لمسرح انجليزي بالبدايه هيك. هلا الشخصيه كانت كثير ململمه وحافظه حالها بالمسافه يعني، ثم فيما بعد صرت اكتشف انا عم بحكي معها بهالجلسه الصغيره
انه غنت لي قطعه اخر شيء هيك انه من مزح جات اوكي غنت لي لمرايا كاري واللي هي تعتبر صعب كثير حدا يغني لك اول مره لعندك بيجي طبيعي غنت لي اشياء باللغه العربيه كمان شو اللي لفت نظرك بصوتها؟ غنت لي شغله انه انا بعتبرها كثير صعبه هي اسمها كوين اوف ذا نايت هي من اصعب قطع بالاوبرا بالعالم انه لو وحده عمرها 18 كان عمرها 18 وقت اجت انا قلت هيدي انه بلا مخ بدها تكون لانه ما حدا بيغني هاي القطعه اللي هي تعودتي على تعابير لا عملت لانه لا فلوت انشانتي هي انه تبع موزار ما واحد مش عارف مثل بالمعركه بتبعت انت على الناس على المعركه الناس مش كثير معلمين ومثقفين بتبعتهم الناس اللي جايين من الجبال من الجرد القوايا يلي فعلا انه ما بيفكروا عندهم قلب ابضاي بيفكروا باي معنى بيفكروا بمعنى القتال شاطرين بس مش مثلنا انه نحن بنقعد نحسب حساب ما بيحسبوها ما يعني بيحسبوها انه قبل في ناس اختصاصيه بهالشغله بقى دائما الصغير قلبه اقوى بكثير من هيك بقى مجرد غنت هالاغنيه انا قلت غريبه هلا اكثر من هيك لما راحت انا بعتها عند صديقنا واستاذه كمان كان وديع برعد هو من اهم الاساتذه بالغناء كمان بالتعليم الغناء اتفقنا على اشياء معينه صارت كل جمعه تلفن تقول لي في يجي سمعك انه هالانضباط وهالمثابره طيب خلينا نشوف هالريبورتاج كيف يعني كان احد هيك اهدافك انك تعرفي على اسامه وبعد الريبورتاج بسالك ليش اسامه الرحباني بالتحديد مرقت كل طفولتها ما بتذكر انه في اي شيء هيك بتذكرني بوجودها لانه عطول هي قاعده عم بتراقب مش عم تحكي نحن ما بنعرف انه هبه بتغني نحن بنعرف هبه بتتعلم ميوزيك لحبها للموسيقى كنت بغني وبس كون لحالي بس يفضل البيت اما بس كون بمحل لحالي بغني بيني وبين حالي وبغني على صوت عالي ما بحب انه غني لحدا انه تعب سمعك صوتي ما كان عندي هذا الشعور كنت احس هذا شيء كثير شخصي مره كنا باللابوراتوار الفوتو عم نزهر صور وبتعرفي بدك تنطري وقت لحتى تبين الصوره وهيك وكل مره صوره ولا صوره بلشت تغني طلعت انا هيك انه اف وبتعرفي ايه الضو احمر فما بتقشعي مظبوط صرت عن جد يعني انه فكر انه يكون في حدا مخبى مثلا حدا تاني عم بغني انه ما كنت عم صدق انه حدا هالقد بيطلع صوته هالقد باورفل يعني بعد ما سمعتها عم تغني اول مره رجعنا صرنا نحكي هيك لانه انا برقص مع فرقه الارابيسك مع مسي اسامه الرحباني فقالت لي انه ليه ما بتعرفينا على اسامه؟ اوكي لا النهار اللي كنا نتصل باسامه قررنا انا ومارين واذا بدك كان المشروع النهار بتذكر كنا واقفين على باب كافيتيريا الجامعه وهنيك بضل الناس فايته طالعه فايته طالعه وكمان نتصل من تليفون الجامعه لانه ما عندنا انت ف حطيت مارين الكارت بقلب تقول الكابين تبع التليفون وكانوا العالم عم يفوتوا يظهروا فعملنا مثل اذا بدك منع تجول سكرنا كل البواب ممنوع حدا يظهر من الاسانسير انه لما نتصل صرت تدق وتدق 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 وما حدا يرد وانا مع كل رنه يدق قلبي زياده انه ليش مش عم يرد راحت الخبريه شي يومين ثاني نهار بتدق لي هبه من عشيه بتقول لي مورين هذا القدر انه مش معقول لا شو في انه في مش معقول في هذا القدر لا شو في تاني كانت بنفس المطعم هي وياه قلت لها رحت حكيتي معه قالت لي لا ما قمت تعرفت عليه بس بقيت عم بتطلع فيه حتى حسسه انه انا يعني انت بتعني لي شيء وهو انتبه عم بتطلع عليه وصار يطلع علي كمان وسابت انا من الفل وحملنا اغراضنا وفلينا لقينا له رد علي قلت له في صاحبتي اسمها هبه توجي وهيك وكثير حلوه صوتها كثير حلو بتعرف تمثل لانه احنا بكل بروجيتنا كنا دائما هبه لانه عندها بريزنس مش معقول يعني فحكينا وهيك حكي معه شوي واتفقوا على اساس انه الاربعاء بيرجع بيحكيها قطع الاربعاء ما دق بلشنا نبنك انه ليه ما دقوا هيك قاعدين انا ومورين عم نظهر بهالصور بيجيها تليفون لمورين بتظهر تحكي على التليفون بيطلع اسامه بترجع عم بتصرخ هبه هيدا اسامه فتحت الباب واحترقوا كل الصور ما كان همي بالصور بقى فتحت الباب وركضت عليها وقلت لها عن جد عم تحكي وشو قال لك ما شو قال لك قالت لي بعد نص ساعه بده يتلفن لك بدك تحكي معه وتلفن اسامه وحكيت معه ودلني على بيته حتى اتعرف عليه وغني له وهيك صار رحت عنده اول مره رحت عنده انا واختي وحكينا كثير وغنيت له كثير بدي اقول لها اول شيء ميرسي على كل شيء انه هي
ساعدتني بكتير قصص كمان. وإلا أنه أنا ما عرفتها على أسامة لأنه هي صاحبتي، أنا عرفتها أنه هي بتستاهل. أكيد بتستاهل. شكرا لأمورين ولأمك كمان ولمشاهدينا اللي عم بتابعونا. بيقدروا يتواصلوا معنا إذا حبوا يطرحوا عليكم أي سؤال عبر البريد الإلكتروني اللي بيظهر أمامهم على الشاشة، كمان بيظهر الفيسبوك، بس الفيسبوك هو التعليق على البرنامج ككله، لأي اقتراح أو اقتراح اسم ضيف إذا بتحبوا. إذا عم تطلعي فيه بالمطعم وبدك تحسسيه إنه بيعني لك، ليش بيعني لك هالقد وشو بيعني لك أسامة الرحبان؟ بتعني لي أول شيء شخصيته كثير، من الناس اللي وجودهم إذا بدك بحيالله محل، كثير كثير حدا حاضر، كثير حدا عنده أفكار وعنده هيك ثقافة كثير واسعة، بتحب إنك تتعرف على ناس مثله يعدوك وتعديهم وتاخذ منهم. أكيد شخصيته، كمان لأنه موسيقى بالموسيقى بحياة أسامة وبالدومين نحن في موسيقته عملت إذا بدك نقطة تحول، خصوصا بالتفكير بطريقة الفيديو كليب وبالتفكير بطريقة التأليف، حسيتها أنا كانت مثل نقطة تحول بالموسيقى بالوطن العربي. ولأنه أفكاره دايما جديدة وجريئة ودايما بيطرح مواضيع جديدة، وأهم شيء أهم شيء تأليفه. طيب قبل ما نحكي أكثر عن السداء الجديد لبداية ولنهاية وعن الموسيقى والغناء والكلام والشعر، شعر منصور الرحباني وغالي الرحباني، تفضلوا نسمع منكم أول هيك نحمل جو ونرجع من تاني. أنا ببدايتنا هلا أنا كنت ناوي أغني معكم ليلى بس ثابت إنه راح الصوت لآخر. بتضيع الطريق كل ما حاول اقرب شو
السر الغبي من السر الغبي برافو رائع. رح توقف مع أول استراحة ثم نتابع هذه الأمسية الرائعة. خليك بالبيت مع هبه طوجي بمشاركه اسامه الرحباني. بكرر اعتذاري بسبب صوتي، ومثل ما قلت السبب يعني بسيط، رشح عابر، ولكن بوجود صوتك كافي ووافي مش بحاجه لاصوات اضافيه. خليني اسال اسامه انه السداء الجديد ايمتى رح يصدر؟ عنوانه لا بدايه ولا نهايه. ليش لا بدايه ولا نهايه؟ شو اذا لا بدايه ولا للنهاية؟ ليش العنوان؟ أول شيء رح يصدر من الله رب تقريبا بشهر ونص، من هلأ لشهر ونص. نعم. دايما بعتذر من الناس، دايما في شوية تأكيد بعد الفوتبول، بعد كأس العالم تتصور. ايه أكيد، لأنه تنعمل معه يعني حملته مع فيديو كليب وكل شيء من الأشياء. ليش لا بداية ولا نهاية؟ عنوان أغنية من شعر الأستاذ منصور، وشعر فعلا رائع كتير انطباعي. رح ندقق آخر شيء. نعم. على البيانو وكلها الجمال القطعة عم ندقهم، عم ندق الكوبلي والفران اللي سمعناها، يعني ABC ممكن انه شيء مفرد والفينا على الدغري. هيك رح نسمع المقاطع، رح ندقهم اكسبت لا بداية ولا نهاية، رح تكون تقريبا كلها. لا بداية ولا نهاية لانه اغنية اول شيء هي ويندوز اوف يور مايند لميشيل لوغران، وانا كثير بحب الاغنية ومأثر فيها كثير. بقى طلبت من الاستاذ منصور يكتب شعر، بقى كتب شعر يشبه لوحات رنوار وسيزان وليغا وفان جوك وهيك، كل الشعر انطباعي كثير فيها. ولهالسبب وفي مقطع فيها بقول لا بدايه ولا نهايه، اساسا وين في بدايه وين في نهايه؟ نحن بعد فضل واسع، هالمد الجديد كل يوم بيكتشفوا انه بيمتد الكون اكثر. وين بتبلش الحياه وين بتنتهي؟ الدورات اللي تعاقب عليها الحياه، المواسم اللي بتبرم، انت وين والوقت وين؟ مين بيبرم؟ مين يعني مين بمر نحن او الزمن؟ كل هالامور مع بعضها هي لا بدايه ولا نهايه، هي الورق الخلف اللي بيروح واللي بيرجع، هي هي كثير. هبه بتشاركي لاسامه نفس النظره للعنوان، عنوان لا بدايه ولا نهايه؟ اكيد، واذا بدنا اكثر نعمله شخص للعنوان هو العنوان، اذا بدك بدايه مشواري انا واسامه وان شاء الله لنهايه. طيب يعني هل العمل كيف توصفيه؟ لانه بعده ما صار موجود. انا سمعته يعني وكان من حظي اني سمعته وتفاجات، ما بدي اقول بمستواه متوقع شيء، بس تفاجات انه قديش هو عكس كثير اشياء يمكن اليوم موجوده. انت هيك اذا طلبت منك تعريف بهالاسطوانه الجديده كيف بتعرفيها؟ هو رح اتاثر شوي بشيء قالته هلا نهرة، وجه لها تحيه. هو اذا بدك رح اسمع رأيي بعد شوي. زمن موسيقي جديد اذا شيء. شو هو؟ زمن موسيقي جديد. زمن موسيقي جديد. طيب عباره كبيره كثير زمن موسيقي جديد. واسامه قال باحد حواراته الصحفيه انه هو بدايه
زمن موسيقي جديد او عصر موسيقي جديد. مش هيك الفكره هي بهالمعنى، هي تحديدا هي كلمه بيقدر الواحد يعطيها كثير يحملها، بس الفكره انه طريقه معنى شوي انه فيها كثير من الاشياء اللي بتاخذها من وين ما كان. الموسيقى بشكل كثير ثقيله دسمه، النصوص دسمه، اكيد كان كثير متوفر اشياء عندنا باللاوعي تبعنا بذاكرتنا الشعبيه مع الاخوان رحباني ومع فيروز ومع كثير من الناس كمان اللي اشتغلوا. بس كمان هون نقطه انطلاق الواحد انه يجرب هالوضع الموجودين نحن فيه، نفكر بشغلات تانية مختلفة ونضيف عليها كمان أفكار مختلفة، بعض أوركسترالي، أداء درامي، أداء مسرحي، أداء تمثيلي يختلف شوي عن اللي كان سائد نوعا ما، بالإضافة لتقنيات بالصوت شوي، يعني خلينا نقول هني خمس تقنيات بالصوت عم تستعملهم كلهم تقريبا لموهبة مساقة بأنه موجودة توفر عند هبة. أنا بحب أنه أشتغل كثير على الصوت، أنحت الجملة الموسيقية بشكل كثير منيح، خلت تحفر بعمق بالنص الموسيقي، خلت ترجم النص، يعني كله مؤلف مع بعضه مع الأوركسترا. لهالسبب أنا بشوفه شوي أنه طيب مختلف، يعني هذا اللي سمعوه كله اللي لا واكيد هو مختلف، وانا قلت انه مختلف قبل يمكن ما يعني اطرح السؤال وعم اقوله بصدق، يعني مش عم بقول لك يمكن الناس تحبه كمان تحبه، بس انا ما لا هو في يعني اكيد في كتار رح يحبوه، ويمكن في ناس مش ذوقهم ولقوه صعب، مش كل شيء صعب، ولكن قد ايه بموسيقى اسامه الرحباني في كثير ابعاد دراميه اذا صح التعبير، وفي مشهديه يعني كانها موسيقى تصويريه ببعض المحلات، مش بالمعنى التصويري اللي المتعارف عليه بالمسلسلات وبالافلام. قد ايه دراستك حضرتك عم تدرسي اخراج، قد ايه يعني هالشيء كمان بيساعدك حبك للفن، عشقك للمسرح وللتلفزيون وللسينما، قد ايه عم يخليك تفاعلي اكثر وتفهمي اكثر موسيقى اسامه؟ اكيد الاخراج والتمثيل والموسيقى بيعدوا بعضهم، وتكون موجودة أنا بحيال لحقل منهم، بجرب إذا بدك استعين من إشياء موجودة بشي تاني من شخصيتي حتى أغني اللي أنا موجودة فيه هلأ، لحتى أغني بطريقة تكون إذا بدك مغيرة عن اللي عن الموجود، إنه بجرب قد ما فيه يكون في تمثيل أنا وعم غني، وبنفس الوقت أنا وعم بمثل يكون في إذا بدك إيقاع، ويكون في كمان باللاوعي تبعي تفصيل يلي هو اللي بيستنظره منك المخرج، انك تكون واعي لكل تفصيل عم تعمله. انا عم بسمعك هبه يعني طبعا ميت مونتاج والاخراج لا انا عم بسمع هبه دغري بيخطر لي هيك شغله، ولو بقى رح ارجع على الموضوع انه في انطباع عن الشباب والصبايا اليوم اللي بعمرك اللي ببدايه العشرينات انه بدهم اشياء خفيفه، بدهم اشياء سهله، ما بدهم يوجعوا راسهم كثير، هل الانطباع بمحله ولا بتحسي لا يعني من خلال النموذج اللي حضرتك بتمثليه اليوم انه في ذوق جديد عم يتكون عند الشباب والصبايا اليوم، في وعي جديد اذا صح التعبير؟ في من الاثنين بس بالنسبه لي انه الناس صارت عم تتوجه اكثر والشباب نحو الموسيقى اذا بدك فيها جديه اكثر، لانه عم بيصير في وعي عند الاهل انه بيحبوا يعلموا اولادهم الموسيقى والبيانو والرقص الباليه، اللي هيدا الشيء اذا بدك مثل هلا مثل ردة فعل جديده، يعني ما بتشبه شو كان قبل، يعني انه من زمان قليل ليل الاهل اللي كانوا يحرضوا اولادهم انه يتعلموا الموسيقى وهيك، فهذا التوجيه ببلش من الصغار، من المدارس، من العمر الصغير، وهلا عم يبلش اذا بدك يتكون ويتطور. بس في شيء عم يتغير برايك اسامه؟ في شيء عم يتغير بالذوق العام بالذوق الموسيقي؟ رح كون متشائم لا شو سبب تشاؤم؟ يعني انا بتاسف انه بعد فتره اذا الاذاعات هيك رح تكفي ان شاء الله ما نبلش نشوف الاخوان رحباني وصوت فيروز الرائع وام كلثوم ووديع الصافي وكل هوا بشيلهم محل الا الصبح كتير. انا بتاسف انه ليش انا بس بدي اوعى على صوت فيروز، يعني بدي اشوفه بالنهار وبدي اشوفه بالظهر وعشيه صفى ليه، لانه اللي بيعمل مصاري بيحتل هو الهوا. يعني شوي بيقولوا انه اللي بيساهم بتشكيل الذوق العام اليوم هو وسائل الاعلام بشكل اساسي. اكيد اكيد ما في شك، اكيد اكيد، يعني بعد شوي كل الموسيقى الجيده والاصوات الرائعه المرقت الاسطوريه المرقت قبل بدنا نتخلى عنها، لانه ما بيدعموها وما بيحطوها، بس بيحطوا لك اياها بمناسبات او بظروف معينه او بالصبح ببلشوا لك انت ليش بتعرف كيف بيحكوا الاذاعه، لا بس نسمع موسيقى كلاسيكيه على التلفزيون بنحسب في موطة بنخاف اول شيء بيخطر بالنا انه مين توفى للاسف او مين مات. يعني عم بقول لك كل هالناس اللي تعبوا بحياتهم واللي عملوا هالجدار الكبير
ما يسمى الموسيقى اللبنانية بالبلاد العربية قد صور الصين هالاشياء واشتغلوا، ولو انه صارت انه وجودهم هالقد ضعيف اكيد بدك تشوفني متشائم، ايه بس كمان نوع من الناس عم بتغرب لبعض الامور، بس كمان اهم شيء شو انت بتعطي للناس، لان هو عم يفوت لعندك على بيتك على تختك على اوضتك على اولادك، كيف اذا انت ما بدك تربيهم على موسيقى جيده على مفهوم جيد للشعر؟ ما بدي اقول لك ما بيستثني في اغاني كثير جيده دائما بالاغاني الاستهلاكيه التجاريه كشعر كموسيقى حتى اداء للمطربين، في مطربين صوتهم كثير جميل، بس مش شو بيشكلوا من هالاحتلال اذا بدك من الموسيقى بس في اتجاه يعني في اتجاه هبه اليوم للموسيقى البديله، يعني او ما يسمى الموسيقى البديله، عم نشوف حفلات الجاز، عم نشوف حفلات موسيقى هيك نوع من موسيقى اثنيه او موسيقات مختلفه من العالم، عم يصير لها مهرجانات ببيروت وبغير بيروت وعم تستقطب ناس كثير. انت يمكن يكون عندك امل بجيلك اكثر من اسامه ولا لا؟ صح، وهول التجارب يعني انا كثير بتفائل بس شوف هيك اشياء، لانه كثير مهم انه يكون في مجال، لانه يكون في ديفرسيتي يعني تنويع للتعبير يعني مش بس هيدا الصح ولا هيدا الصح، مهم انه يكون في من يكون المتلقي عنده خيار، يكون عندهم الشباب مجال انه هن يطرحوا شيء جديد ما بيشبه اللي. طيب حضرتك مدركه يعني جيتي باتجاه، يعني انت عم تعملي اليوم اول سي دي لك هو غير تجاري غير ترفيهي غير استهلاكي بالمعنى الرائش، عارفه هالشيء عارفه شو عم تعملي 100% اكيد، بس بده يضل عندك تفاؤل انه بدك توصله، انه ان شاء الله انه الناس يكون عندها اذا بدك الحشريه انه تسمع شيء ثاني، اما جاري بتحب شيء ثاني، لانه بتتعلم تحب اوقات الموسيقى بتتعلم تحب انواع معينه. طبعا نحن هذا اللي عم نحاول نعمله، عم نحاول نشجع على سماع موسيقى. تفضلوا لو سمحت مره ثانيه. بس لك على شيء انا نحن ونادرين انا بتصور كمان انه ممكن الشخص هو بيقدر يوصل مرات الاشياء بالاضافه لل الشخص مين الشخص يعني ممكن اللي عم يغني نعم ك يعني انتيتي كامله كوحده متكامله من شكل الكاريزما للغناء. هلا نسمع ليبرتانجو. نعم ليبرتانجو هي لاستور بيازولا احد اهم الناس اللي طوروا التانجو بالعالم. وهي تحكي عن تانجو الحريه، ركب لها كلام غادي له علاقه بالعالم الثالث شوي، اغنيه فيها كثير تمثيل يعني كل حال بالاسطواني في كثير هيك ثوره وتمرد. بعد الاستراحه بنحكي عن هالشيء. رقصة في تاريخ من جرائم حزينة، هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن المدينة، مدينة بتوعى كل يوم ع ضحايا سجينة، صورهن بالشوارع ضحكتهم بتبكيني، على صوت الموسيقى تحت الصورة متينة، بيوقعوا المعتقلين بميدان المدينة، كان في عازف أكورديون، يعزف تانجو للصور في تاريخ من جرائم حزينة، هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن المدينة، مدينة عيلة بالليل والشهوات تلهيني، نحن وناطرين اللذة تيجي الرقصة تنسيني، على دعسات العسكر تحت الصورة متيني، بيوقعوا المعتقلين بميدان المدينة
يعطيكم ألف عافية وألف شكر. استراحة سريعة ثم نتابع. الأصوات الجميلة المشدودة بعصب والقوية، وهون ما عم بحكي عن القوة بمعنى الفوليوم، هي قوة تعبيرية تصويرية درامية قادرة إنه تخرج بمحلات كثيرة عن أطر النمط الليريكي الصرف لتخط أفق آخر جديد. أنا تابعت هبة الحقيقة أول شيء بمسرح منصور الرحباني الغنائي بمسرحية عودة الفينيق، ورجعت سمعتها بشكل أوسع بأسطوانة لا بداية ولا نهاية لأسامة الرحباني. أنا برأيي أهمية هبة عدا عن إمكاناتها الصوتية ومساحتها الممتدة على 4 أكتاف، وعدا عن جماليات هذا الصوت وقلقه، علما بانه هي سوبرانو كولوراتور، انا بشوف اهميه هبه بتكمن كمان بتقنياتها الصوتيه، بكيفيات استخراج هذا الصوت من مبرات هوائيه متعدده، قادره تتحكم بكل هيدي التقنيات كمان لتخدم اغنيه اسامه بمحل. شكرا لهالة نهرة النقد الموسيقي الجاد والمحترم الحقيقة، واللي بتحكي بالعمل بقلبه من جوا. عندك تعليق على اللي قالته؟ بدي اشكر لهالة ابدا، لا من الناس المتابعين، لا متابعين مثابرة وعندها نقد بتقوله، يعني ما عندها مشكلة يعني. وحتى اللي قالته عن صوتك بتحسيه يعني هي من الاشخاص اللي اذا بدك شغلتهم النقد والنقد الموسيقي، وهذا شيء كثير مهم، انا متعلمه موسيقى فمشان هيك كمان عندها اذا بدك هالمعرفه الواسعه وبعد مختلف. هالبعد الدرامي اللي بصوت هبه وهال يعني هالامكانيات قد ايه توافقت مع الدراميه اللي موجوده بموسيقاك؟ تنتفق على نقطه انه لو انسان ما عنده تمبيرمان اي طبع وشراسة وكاركتر أي هوية، ويكون عنده لحد نوع من الحافز وعصب قوي مشدود، صعب الإنسان يغني كل هالأنواع. لهالسبب التوجه العام بالغناء عندنا بعالمنا إجمالا ينحو إلى الغنائية شوي الليريكية. نستثني دائما المسرح الرحباني، يعني الأخوان الرحباني أكيد مع فيروز، بس كمان ما تناولوا بالشكل كتير يمكن مرات بأنه هيك، بس عملوا ما يسمى اللقاء الدرامي والليريكي بالمغنى عندهم. الوحيدين اللي بتشوفها الوحيدة هيك، كمان بتشوف عند بعض الأصوات الذكورية عندهم هالإمكانيات. أكيد هبة عندها بشكل كتير كبير وزيادة كمان، يعني عندنا أشخاص كل المدرسة الرحبانية مساحة صوتها بقول لك هي مرات لها علاقة بالخلق الطبيعة يعني، بس بقول لك هي 4 أكتاف وشوية كمان برياحة تريح كم حدا بعدهم بيشارعوا كم 4 أكتاف براحة يعني.
لو ما بيعرفوش بشغلته الناس بتصير تنظم مثلا بعض الناس مثلا. انت بدك تتقبل انك شوي يخلي. لا بس مش هي مش غلط يعني هيدا لك فهمت علي هيدا مش رايي هيدا مش انه هي حقيقه هي حقيقه فيك تقول لي ما بتحب تحب الطفل يعني 44 وين لوين تقريبا هلا بدي اياه 48 نقطه نبيل مطر عم بيقول الانبهار امام طبعا يعني الايميل اللي بيظهر الميل على الشاشه مثل ما قلنا للاسئله والفيسبوك للاقتراحات حول البرنامج بشكل عام. الانبهار امام صوت هبه طوجي لا يمكن تفاديه حيث تاثرك برقه ادائها وهي تشحنك بادائها الدرامي المتميز وتملك مسافات صوتيه نادره امثال سيلين ديون وماريا كاري بالاضافه الى الحضور والجاذبيه والجمال الطبيعي الذي لطالما افتقدناه لا بدايه ولا نهايه لموهبه هبه سوى العالميه حسب نبيل مطر. اما الاستاذ وليد ايتام بيقول ايتيم بيقول بهني اسامه وهبه عن النجاح بشكل عام وبالخصوص على السداء الاخير اللي رح يبصر النور قريبا. بيقول انه سمع احدى الاغنيات وبيستطيع القول انه عمل مبهر لاغنيات عالي الجوده بما يختص التاليف والتوزيع والاداء الصوتي. انه السي دي العربي الاول الذي اسمع فيه مزيج من عده انواع موسيقيه. صوت هبه 5 أكتاف زايد أكتاف من عنده هو الآلة الموسيقية الرئيسية بهالسد. بتمنى له النجاح وبتمنى أنه هالعمل الملحمي يتلقى ما بيستحقه من تقدير على صعيد الموسيقى بالشرق الأوسط والموسيقى العالمية. هون بدي أسأل انطلاقا من يعني رسالة صديقك وليد صديق مشترك لكثير من الموسيقيين. نعم. هو كان يمدنا هو من الناس اللي خليني أقول أنا وجهني كثير بموسيقى ما له علاقة بموسيقى الجاز ولا موسيقى الروك واشياء كثير لانه كان كثير على اطلاع متواصل ومعرفه كبيره انه من الناس اللي اذا بدك عطى كل السوق ما يسمى للناس اذا بدك نحن اصدقائنا وكثير من الناس لانه كان هو مثل مرشد لهالموسيقى اذا بدك يعني بقى كثير بيعرف انا اذا بدي او ما بدي هذه الحقيقه شو بفيدك اذا ما بدي لا يعني اشار انه عده انماط موسيقيه فعلا انا سمعت يعني العمل وحسيت انه في هالتنوع الموسيقي. هل شيء متعمد أكيد. وشو هو يعني هل هو كلاسيكي هل هو شرقي هل هو جاز هل هو اذا جاز هو اذا جاز هو في من كثير اشياء. اول شيء له هويه خاصه اللي هي بتشبه اسامه كيف بيشتغل على الصوت انا كيف بحب اشتغل على الصوت ان كان لرجل او لامراه وقديش بتسنى لي يكون عندي امكانيات بقدر اكثر اذا بدك جود فيها بس توقيعه حسب النص بيقتضي يعني اذا مثلا النص ثورجي او رائع مثل مثلا ليبرتانجو هيك بتشوفه بتشتغل على النص وعلى اساسه انك تعمله وتوقعه حسب الكلمه اللي عم تسمعها مع الاوركسترا مع الموقف اللي بتشوفه براسك يعني هو له بعد تصويري بس له تقنيه كلاسيكيه كاوركستراسيون ما بتفصل بالتاليف الموسيقي. الفرق انه هو تاليف موسيقي ومش لحن انه انا ميلودي انه فيك تعمل لحن صغير لحن هو كوبلي وريفران وجميل جدا ورائع بيكون بس هذا نوع من التاليف اكثر اللي له علاقه اذا بدك كله موجود مع بعضه بيستمد من بعضه يعني بيخلق في من بعضه في جو واحد جو واحد. هلا قيسه ياخذ مرات بيقطع مقاطع العلاقه بالجاز مرات بلوز روك مرات موسيقى كلاسيكيه كبيره لا. يعني موسيقى بس من الجانب التقني يعني البحث هيك لجانب جو العمل بشكل عام في مثل ما سمعنا قبل شوي بتانجو الحريه في هالرفض هالتمرد هالثوره يعني في اغنيه هربان فيها نقمه حتى على الوطن حتى على البلد. قد ايه بتشاركي وقد ايه عندك هالاحساس كمواطنه او كانسانه بلبنان وقد ايه انت فعلا كفنانه بهالاتجاه المتمرد؟ يعني اكيد انا اول شيء مواطنه لبنانيه ولازم انه كل حدا بالطريقه اللي بيقدر يساهم انه يقول رايه اما يعبر عن رفض معين يعمل هذا الشيء. بمجرد انه انا عندي فرصه انه اطلع على التلفزيون اما اكون واقفه على مسرح بركي اذا بدك اهين انكون عندي طريقه اعبر عن رفض شباب ولا رفض بالمجتمع بستعمل الشيء اللي بعرف اعمله اللي هو الموسيقى واللي هو الغناء حتى اعبر عن هذا الشيء. لمين تتوجهي يعني لأي شريحة لأي فئة من الناس؟ في ببالك فئة محددة طبقة شريحة نوعية معينة بتحبي يسمعوكي أو بتحس أنه
تسأل عليه لا أشرفية زيس فرانكوفون كتير. لا لا أنا فهمت علي كتير شو بقصد. تعرف شو التحدي هو إنه الناس يلي ما بتسمع هالنوع من الموسيقى يحبوا السي دي ويشتروه، فأنا بوجه لهم إياه لإله السي دي. بس أكيد بحب إنه النقاد والناس اللي عندهم معرفة بالموسيقى بالطريقة العلمية كمان أعرف رأيهم وجرب أحصل على التقدير تبعهم، لأنه هن بركي عندهم نقد ولا عندهم وجهة نظر أكثر علمية بتفيدني كمان لإلي. اللي عم تتفضلي فيه حلو. بخليني يمكن أسألك هيك سؤال عام مش بس حول السداء، إنه ليش بتغني؟ لمين بتغني؟ ايش بدك من الفن؟ وحضرتك أنا يعني متوقع يعني أول شيء بلشتي بمسرح غنائي، بترقصي بتمثلي بتغني، بدك عم تعملي إخراج، شو بدك من الفن عموما؟ شو بدي من الفن؟ هو الفن فيه أنانية. نعم. يعني أنا بعمل هيدا الشيء لأنه بيسعدني. نعم. أول شيء فهيدي أنانيتي هون عم بغذيها. بس اللي ما بيعرف يسعد حاله يعني كيف بده يسعد غيره؟ مش أنانية هي أبدا. وهيدي إذا بدك صراحة تجاه شو أنا عم بقدم، بحب اللي عم بعمله وبركي، وبتصور إنه هيدا الشيء اللي وصل للناس لأنه أنا صريحة، ولأنه أنا ما بعرف أعمل شيء غير إنه كن عم بغني، هيدا الشيء بيسعدني وما بذكر ليش بعرف اعمل هالشيء وما بعرف افسر لك ليش بحب اعمله. هو اذا بدك موجود فيك وبطبيعتك وبيصير مدموج بشخصيتك وما بيعود فيك تعمل شيء بلا ما يكون موجود بحياتك يوميا. لما بيوصل للرفض او التمرد اسامه لحد الكفر بالوطن، يعني مثل غنية هربان اللي فيها هيك فيها جمله واضحه عباره انه ما عاد عندي ايمان بهالوطن، شو بيبقى؟ بلحظات غضب وبلحظات يأس وبؤس. والشعر اللي كاتبه غادي هو سنة 85. نعم. وأنا هون دايما بعاتب كتير مروان وغادي بكتير إلهم أغاني ومشاريع كانت معمولة من 85 ومتروكة، وأنا عكست بغادي هالأشياء. في كتير أشياء شعر جبتهم صار لهم كاتبهم من 20 سنة وأكتر، قديش كان أفانجارد حكيوا عن هالقطع اللي هن عملهم، وهو كان كاتب كمان لازم غير نظام وسطنا بالمجتمع واللي عدة أشياء اشتغلناها سوا. بس هي قلك أنه كمان الإنسان عنده لحظة من التمرد وقت يقول الوطن أو هالوطن، فعلا الوطن الإنسان بده يهج منه، بده يهج من كل شيء له علاقة، أنه الإنسان يحترم أن يكون مثالي، أنه يكافح كل يوم ويشوف الخطأ حوله. بس مرات بيصير ما بقى يقدر يقول يعني ينعم أختها الشغلة وبده يفل، يعني ما بقى بده يبقى، ما بقى بده أنه يعيش بهالظلم بهالذل كل انسان يعني لهالسبب هاي اللحظات هيك. بس بنهايته الانسان بيرجع على ارضه اللي هي واقع، بس مرات بلحظه معينه يعني هيك منقطعه اذا بدك من كل منطق بدك تقولها. ما في الفن احيانا بقدر ما هو رفض وتمرد قد ايه بخلي الحياه كمان اجمل، قد ايه بخليها اخف وطئه، قد ايه صوتك وموهبتك هبه بتساعدك اليوم حتى على مستوى يمكن حياتك الشخصيه الفرديه. هو إذا بدك الموسيقى بس ترافقك يوميا هي مثل شيء بيدعيك لأنك تسافر، أما تنسى الموقع اللي أنت موجود فيه هلأ، تنسى همومك وبتاخدك الموسيقى لمحل كتير بعيد. هلأ في فرق بين الموسيقى اللي هي الموسيقى بحت مجردة والموسيقى اللي فيها كلام، الكلام بيحدلك شوية من خيال. من خيالك. الموسيقى المجردة أوسع تخليك تشوف صور أبعد، فهي إذا بدك علاقتك مع الموسيقى هي علاقة أمل وهي كمان تعبير، لأنه بالنهاية الموسيقى هي كمان لغة عالمية بتخليك تعبر وتحس طاقة بتشحننا يمكن هيك كرمال هيك بدنا تقوم تشحننا إذا بتريد بهالموسيقى الحلوة وهالصوت الأحلى. يمكن إذا الواحد بتخيل للحظة هالحياة بدون موسيقى بدون رسم بدون غناء بدون فنون عموما، اف شو بحسها موحش. هي اجمل شيء ما كتبوا الشعراء اذا بدك، وايضا الرسامين والنحاتين والموسيقيين، يمكن هن كانوا اكثر خلاقين موجودين. لا. على الارض نحن عم نشوف لوحات حوالينا للاستاذ دكتور نزار داهر من رسامين لبنان المعروفين، والاربيتاج بروسيا اقتنوا له احدى لوحاته، يمكن كان أول فنان عربي. ما عم بقدر أنسى وجوه الناس الغريبة.
كل اصحابي فلوا صاروا ذكرى الماضي صورهم ضلوا على هالحيط الفاضي كل اصحابه غابوا ضاعوا بهالاراضي صورهم ضلوا بهالزمان الماضي يا ريت لتلاقينا ولا بكيت عيني تودعنا ولو احنا بيدينا كان العمر باول المشوار كاس الخمر كان بعده وعنب وزرار وكنا صغار صغار الغربة كبرت فينا وصار الوطن اكبر يا حلو لو نرجع الماضي ونصغر يا حبيبي الدنيا كبيرة وشواطي عزيزة وغيرة ومراكبها وجوه كتيرة وبحر وسيع رجعلي حتى نصغر بهالعتمة وننسى نكبر وبوطننا نضيق حلو كثير يعني الكلام ما بكفي ولحسن الحظ انا انه صوتي اليوم هيك لو غنيت معك كان كارثه بتوقف لحظات قليله ثم متابع شفنا مقتطف وقبل شوي شفنا من صيف 48 حضرتك عم تلعب دور ميرا بالمسرحيه وبطائر الفينيق او عوده الفينيق لعبتي دور روكسانا الاميره سؤالي هو طبعا هذا بيخطر على البال لما خصوصا بصيف 48 يعني لابد من مقارنه لما حدا بيغني غنيات سبق وحدا ثاني غناهم خصوصا صوت قدير مثل صوت هدى اللي بنحييها ومسيها بالخير هالمجازفة هالمغامرة حسيتي للحظة من اللحظات انه بده يصير احتمال المقارنة بينك وبين هدى هي المقارنة دائما موجودة خصوصا
العقلية نحن اللي عايشين فيها والسيدة بالمجتمع انه بدهم يقارنوا باللي سبق ولا باللي بيغني بالمطلق لحاله احوال، يعني حتى لو هذا الشخص اللي بيغني شيء ما بيشبهك في مقارنه موجوده. هلا المقارنه ما لعبت لي اذا بدك دور انه انا خفت ولا انه انا عطلت هم، لانه همي كان الاول كان نص الاستاذ منصور الرحبان، هذا كان الهم الاول، هذا كان التحدي بالنسبه لي، هذا كان اخذ لي من وقتي. هلا رح نسمعك عم تحكي عن صيف 48 بكواليس المسرحية، بس خليني اسال اسامه انه مش بس انت لما تعرفت على هبه ما اكتفيت بانه تاخذ صوت ليغني من مع موسيقاك غنيه من اعمالك، انما كان الرهان اكثر من هيك، يعني بالمسرح مباشره بعوده الفينيق ثم بصيف 48. ايه بدها مغامرة وجرأة بصراحة. خبرك خبرية، خبرتك عن الأستاذ منصور وقت بلشت هبة تيجي على التمرين كانت يعني تمرن تقريبا 4 ساعات كل يوم. نسكر الصالون دون ما حدا يسمع الصوت، بيعرف منصور انه عم يتمرن عم يسمع عن بعيد، يجي مثلا روح اشوفه انا شو اذا بده شيء يقول لي شو حظر تجول يصير يضحك. نهار اللي قررت سمعوا اياها الهبة قال له رح تكون هي بطلة عودة الفينيق، وقتها يعني تفاجأ كثير وانبسط كمان كثير بحضورها وبكل شيء، وعطى بعض الملاحظات اكيد اللي اخذناها. بس كمان اللي بيبسطك اكثر انه في بعد ثقافي له علاقه بالمسرح، يعني عنده بعد مختلف لتوقيع الكلمه للاداء اللي ممكن يعطيك اياه اللي بيفيدك فيه هي الشغله، انه تقعد معها تنعدم منها كمان شغله منيحه، يعني عندها اهم اخراج اهم تمثيل، هذا شغله بتفيد كثير. نحن بصراحه عم نفتش على ناس هيك وقليل تنلاقي هيك، وبتمنى اذا في كمان نحن مستعدين نشتغل نحن وياهم كان شباب عندي او بنات. عندي حدا عم يطلب يتعرف عليك كمان، ما في اي مشكله. عم يسالك على اي مطعم بتروح لحتى تروح، ولكن هلا رانر كل ليله مطعم هلا نرجع له. بس خلينا نروح هلا على كواليس مسرحيه صيف 48 ونشوف الست هبه بالكواليس. عمري 22 سنة وبس انعرضت المسرحية كنت بعد ما خلقت، انعرضت المسرحية بال 86 وأنا خلقت بال 87. كان عندنا إياها بالبيت نحن فيديو في اتش اس، وبذكر إنه كان كل ما كنا عم ببكي أما يكون في عندي إذا بدك مشكلة بالبيت ومتضايقة كنت أطلب من ستي تحط لي كاسيت أحضرها. وبقيت هيك على كذا سنتين احضر هالمسرحيه تحت روق، وصرت اذا بدك علاقتي معها يوميه، يعني كل يوم مثل حاله ولد بيكون عنده اذا بدك كرتون معين بيتفرج عليه، اما مثل فيلم متعلق فيه بيتفرج عليه كل يوم بيبقى حافظه. انا كان بالنسبه لي صيف 48 هو الشيء اللي بحضره كل يوم. بذكر انه لانه كنت عمري سنتين ما كنت اعرف اكيد احكي مزبوط يعني، فكان اسم المسرحيه صعب علي كثير، فبس بدي اطلب منهم يحطوا لي المسرحيه عيطت لام 44 ما كنت عارفه انه اسمها صيف 48. مجرد انه اسامه طلب انه انا جسد دور ميرا بالفيرسيون الجديده تبع المسرحيه، اذا بدك بعتبرها هيدي مثل شيء حققته انا وشيء حلمت فيه انا وصغيره وكنت متعلقه فيه وهلا قدرت احققه بعد 22 سنة. بيروت المبني بالحجر الرملي وسطوح الأرملي، بيروت اللي مدوجي بأصوات الدولي والشفق البعيد. بحكم إنه نحن بالعائلة كل العالم بتشتغل بالتجارة، ومثل كأنه خفت أخذ المبادرة أن أنا أكون أول شخص بيشتغل بدومين ما له علاقة باللي عم يعملوا بالعائلة، فإذا بدك هذا الخوف جبرني أني أنا نقي إذا بدك شغلة ما كتير بحبها بس فيها سيكوريتي يعني أمان أكتر. ففتت أنا على الجامعة وعملت إدارة أعمال،
بخبرك انه قعدت شهرين ما ضاينت اكثر، اشتغلت فتره قصيره بحق المحاسبه وتجاره، وبتذكر انه اول نهار قعدت على اذا بدك على الكاس حتى اقبض مصاري فرق صندوقي 100 دولار، فقديش لو كفيت انا كان كارثه. تركت هيدا الشيء لانه ما بحس حالي بقدر اقعد بمكتب، وحلحقت احلامي. كل التعب يلي بتتعبيه قبل ما حد ما قبل ما توقفي على المسرح قدام الجمهور، كل الاحلام بتحلميها، كل شيء بتتعلميه، كل شيء قطع بحياتك بيتحقق بلحظه واحده هو لحظه توقف فيها على المسرح. ندهوك ندهوك وسرقتنا ليالي صعبه، كتب الصيف وذهب الغرب اخذوا حبي. ندهوك ندهوك وسرقتنا ليالي صعبه، كتب الصيف وذهب الغرب اخذوا حبي. هل قد عندك شغف بالمسرح؟ اكيد. يعني الكلام اللي قلتيه انه لما بيوقف على المسرح كل شيء بلحظه واحده، كل حياته الواحده لهالدرجه، شو اللي بيعطي، شو الاحساس اللي بيعطيك هي المسرح؟ ما فيك تنجح بحق الموسيقى والمسرح بلا ما يكون عندك شغف. منه مثل المحاسبه، منه مثل، مع احترامي لكل الحقول، بس هو عندك علاقتك هو مع الجمهور. ما فيك تكون على نهارك ما فيه شغف اما ما يكون عندك شغف، بالنهايه انت عم تقدم هيدا الشيء للجمهور، وهو حق كثير غني يعني، وبده كثير من شخصيتك ومن خبرتك ومن تجاربك بالحياه انك تعرضها قدام العالم، بده كثير من الشغف. شو بس بدي صحح انه صيف 140 بلشت ب 12 ايار 87، نعم، قبل 6 اشهر ما تخلق. ورح اذكر انه الاربعاء رح تكون اخر ليله بتعرض في لبنان صيف 840، او ما تروح عندها دوره عربيه. بقى الأربعة بتكون آخر ليلة إن الله راد على مسرح كازينو. شو اللي أضافته هبة لصيف 840 رغم صغر سنة وتجربتها؟ عملت إضافة ما يعني هي أكيد استفادت من مشاركتها بصيف 840. أكيد صيف 840 استفادت من أكيد كل إنسان بضيف محله، مش لازم كل إنسان بيلعب بالقلق تبعه بالقلق تبعه، وقديش بيكون هو متألق، وقديش بيكون هو له حضور. مثل ما قبل هدى لعب الدورة بشكل رائع كمان، وهبة أخذته بمنحة تاني كمان وعملته بشكل كتير رائع وكتير حضورة له محبب، وكان بلش بعودة الفينيقي رسخ له الجو إذا بدك، وحبة للناس، طريقة المغنى تبعها، صوتها، طريقة تمثيلها اللي هي إذا بدك من الطريقة اكثر العلاقه بثقافه المسرح الفعلي، مش الثقافه اللي المسرحيه اللي جايه شوي من عند المسرح الرحبني اللي هو اكثر يعتمد على النص والالقاء اكثر فعلا من التمثيل كتمثيل. مع كارول سماحه بالبدايه، بدايتها الانضمام لنا، وتحيه اكيد لكارول، كانت من البدايات المختلفه تماما بطريقه التمثيل مع الغناء بالمسرح الرحباني، واضيف له فيما بعد كمان هبه. بعض الصحافه مش كلها عم بتحاول تعمل احيانا مقارنه بين هبه وبين جميل وبين انا استاذ اثنين جميل بتنبسط بس بعدها بتعرف ميشيل جابر استاذ اثنين كمان. ما هون المشكله رح نسمع استاذ ميشيل الليلي بشهاده. بس هبه لما بتسمعي نوع من المقارنه بينك وبين كارول، شو يعني شو بتفكري، شو احساسك بيكون، شو تعليقك على هالموضوع؟ في تشابه ولا ما في تشابه؟ في تشابه من حيث انه احنا اذا بدك اساتذتنا هن نفسهم استاذ اسامه، استاذ ميشيل جابر، هن الجامعه نفسها، وهن مروان اكيد منصور. استاذ مروان واستاذ غادي واستاذ منصور اكيد. ف اوقات المدارس والجامعات بتخرج ناس بيشبهوا بعضهم، بس بالنهايه كل واحد بياخذ خطه بعد هيدي الجامعه، اما بعد ما يكون تمرس على ايدين الاساتذه، وبيزيد من شخصيته ومن طبيعته يلي بتخلي هيدا الشيء يخليه يفرقه عن الشخص الثاني. هلا انا بالنسبه لإلي كارول هي من اعظم اذا مش افضل شخص وقف على مسرح غنائي، وادي الدور زنوبيا بشكل رائع، ما بتخيل حدا ثاني كان قادر يعمله بهالطريقه، وانا بتعلم من الجميع ومن كل اللي قطعوا واللي حيقطعوا، وباخذ منهم شوي وبتاثر فيهم، وانا المقارنه بتزعجني. رح نتوقف مع استراحة سريعة، بعد الاستراحة رح أطرح عليكم بعض الأسئلة والتحيات اللي وصلت عبر الميل، وهي كتيرة إن شاء الله الوقت يساعدنا على استيعابها. استراحة سريعة ثم نتابع.
مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم ببرنامج السهم. 12 مشترك رح يواجهوا بعضهم الليله بقوه معلوماتهم العامه وبقوه اعصابهم. مين منهم رح يصمد 7 جولات ليصيب قلب الهدف؟ ه 12 مشترك مش بس رح يختبروا قوه معلوماتهم العامه وسرعه البديهه عندهم، وانما رح يختبروا قدرتهم على مواجهه الكاميرا. الكاميرا الموجوده بقلب الهدف رح بتدور وتختاركن عشوائيا. المشترك يلي بتختاره معه وقت كتير قليل تيعطينا الاجابه الصحيحه. قبل الاستراحة بعض التحيات والأسئلة اللي وصلتنا. يوسف حداد، وبعتقد يمكن الفنان المعروف أو تشابه أسماء، الله الله روعة، هيدا فن، شكرا زاهي، بعدك أصيل بزمن الانحطاط. عم بيلي طبعا الشكر لكم وعلى وجودكم بالبرنامج اللي خلاه ياخد هالانطباع. إليش دياء بيقول هبة طواجي نجمة ولدت، نقطة على السطر. باولا ليون بتسألك سؤالين، من هو مثلك الأعلى بالغناء؟ هذا هو سؤال. مثل الأعلى بالغناء، عندي مثل أعلى بطريقة شاملة أكثر. نعم. لأنه أنا بعمل متعلمة 3 أشياء، هن الإخراج والتمثيل والغناء، فالمثل الأعلى بيشبهن هالثلاثة وناجح فيهم بطريقة كثير مهمة، وإن شاء الله أنا أقدر أنجح بهالثلاث حقول. باربرا سترايزند، مخرجة عظيمة ومغنية عظيمة وممثلة عظيمة. من الأصوات العربية اللبنانية مين بتحبي تسمعي؟ عم تحكي هلا ولا هلا وقبل وبعدين؟ هلا أكيد ست فيروز خارج المقارنة. هي موجودة إذا بدك باللاوعي عنا بكل شخص، وهي سند لإلنا، هي والأخوين الرحباني، وهن إذا بدك تحصيل حاصل، موجودين فينا وأكيد مفتخر فيهم ونربى على موسيقتهم وعلى صوتها. لست فيروز اللي ما بيشبه حدا وهو حالة فريدة من نوعه، فهي خارج مقارنة، موجودة دائما. أما إذا بدي أحكيك عن غير أشخاص، أكيد ست وردة إحساسها وأسطورة كبيرة، بسميلها كثير بس هلا مش يعني مش كثير مش أشخاص حاضرين. خليكي تاخدي وقتك ليحضروا. باولا طلبت إنك تغني مقطع من غنية لماريا كاري ماي أول، ممكن تغني ولا مش وارد هالشيء؟ لانه بحول شيء. يا ريت باولا حضرت الكلينيك اللي اعطيناه لمده 2.5 ساعة غنت فيها هبه ماي اول. بس هلا لانه في غنيتين بعض صعبين جايين، رح تكون وحده منهم لبدايه بالنهايه فيها كثير تعب، يعني بفضل انه نتركهم لانه صعبين كثير. القطع رح يكون اليونور صغيب بتقول انه هي راقصه محترفه وبتتساءل ليش بنبحر دائما عن اصوات ومواهب جديده بالغنى وبننسى الرقص اللي كان اول علامه انسانيه للتعبير عن المشاعر. هي سعيده جدا بمشاهده هالحلقه وبتسالك اذا بدها تبعت لك ديفيدي لوين بتبعته، وهل بتستطيع تعطيها طريقه اتصال بحضرتك او اي مطعم ايميل على اي مطعم داون تاون زو معروف مثل المكتب تبعي. شو هو المطعم داون تاون زو؟ هذا نعم معروف. لا بس اكثر من هيك، انه في الايميل usamarahbani@hotmail.com، اسامه دبل اس عادي يعني. نعم. هلا بالنسبه للرقص، لا فعلا من بدايه ال2000 انا عملي اصلا بلش بال94 مع فرقه مختلفه تماما بالرقص والمسرح غنائي كمان، الارابيسك مع مدام دوليس فير وباسكال صغير، ربطها بتكون يمكن او نفس العائله. بقول لك انه رقصهم مختلف تماما وانا بفتش عن المواهب، لانه كمان بيهمني توقيع الرقص بشكل درامي بالمسرح، يصير له توظيف وشرح النص اكثر ما يكون بس رقص مرافق. انا بتمنى انه مشاهدينا يعني يطرحوا اسئله بموضوع الحلقه اللي هو هبه طواجي واسامه الرحباني والسدال الجديد، ولكن رزان عم تسألك عن رأيك بالأستاذ وديع أبي راعد، وهل رح يكون في تعاون
بينك وبينه. وديع خي اول شيء، ما فيك تسالني اذا هيك لانه انا كل يوم انا وياه كل يوم بشوفه وديع على طول باستمرار، وديع من الانسان اذكى ناس ممكن تشوفهم بالاي كيو العالي. هبه عندها الشغل اللي بيشبهوا بعضهم، هو بيعلمها كمان لهبه. واكيد في شغل بضل مشترك. ديجا وديع شارك معي بلندن مع افتتاح المتحف الاسلامي بالغناء وصدرت اسطوانه ايضا. احمد حجازي بيقول انه هو بده يدرس الاخراج والتمثيل ومعجب بالفن الرحباني. وجه تحية لابن العظماء أسامة وللفنانة الرائعة هبة. هو شاف مسرحية صيف 840 وعودة الفينيق كمان، وكانوا عملين رائعين. وسؤاله هل بالإمكان إضافة وجوه جديدة للمسرحية، لأن حلمه كل شيء نحن منفتحين على كل الناس وعلى كل الكاست، كان نساء او رجال او اي انسان عنده اي موهبه. انا بتمنى انه نشوفها ونشتغل عليها اكيد، اذا عنده كان الانضباط، عنده الذكاء والثقافه الكبيره وحب انه الواحد يستمر. يعني خصصنا هالفقره بكامله لاسئله مشاهدينا. هلا بتمنى كمان هلا رح اسمعك شغله يمكن غادي بعد مجتمع ومروان بالبيت. هي أغنية كتبها الأستاذ منصور من سنتين قبل ما يتوفى، أنا طلبتها منه بشكل معين. يعني رح تسمعها أنت أول مرة، رح يسمعوا الناس، بس رح ندق منها رفران الكوبليه والرفران ومقطع الأخير. يعني مش أحكي للنص رح تسمعه. أنا بشكرك لأنك أعطيتني نسخة بخط منصور، صورة عن كيف يعني الورقة اللي كتب عليها منصور رحباني الله يرحمه. هي مش بالأسطوانة الأغنية، بس هي مش بالأسطوانة. لا مش بالأسطوانة. عظيم، يعني كسبنا الليلة أغنية من خارج الأسطوانة. كتر خيرك.
شوف الفرق بين الأجيال. ألف ألف شكر يعني على الأداء الحلو والإحساس العالي. منصور رحباني بيقول يا وطني بعيوني بحميك، غدي بيقول ما عندي إيمان بهالوطن. لا تعرف كمان مرق قطع أصحابي كلهم فلك فلو كلها نوستالجيا عن الوطن بشكل منيح، بس مثل ما قلنا مرات لحظات معينه بيكون فيها تمرد، يمكن بيمرق بالحالتين. بس بهالاغنيه راح كوبليه فيها عتب كثير على قديش صار بشع الوطن. كمان انا قطعتها بكره وان الله رد باسطوانه ثانيه، بس بقول حتى الانسان بيمرق بالحالتين مرات بثانيه بيمرق صح. بالحالتين صح. هالقد بحب بكون حاس بحب بلد وهالقد زعلان منه بنفس اللحظه. ما هو الكره وجه ثاني للحب. برافو عليك والله. انا يعني اليوم عم تفاجئني كل مفاجاه ورا الثانيه. راح نتوقف مع استراحه بعتقد الاخيره صارت، ثم ناتي الى مسك الختام. أنا بشكر كثير الأستاذ ميشيل جابر وبعتذر منه ومن المشاهدين على نوعية الصوت هذا من التسجيل، يعني ما قدرنا. هذا أحسن شيء ممكن كان يطلع، وبعتذر مرة ثانية عن نوعية صوتي. يعني اليوم هبة قاضية على الصوت الذكوري. استحليت شي حدا يلي سلامتك شي مهلي يلي سلامتك أبدا. أنا بس بدي قبل شخصيا أشكر الأستاذ ميشيل جابر كثير، يلي هو دايما نصايحه موجودة، دايما هو حدي وداعمني، وهو من المخرجين العظيمين، وان شاء الله يعمل شيء جديد لنحن نستفيد لاعماله كثير. نصحك بالتواضع انك تضلي متواضعه. هل غيرتك الشهره؟ اليوم انت على طريق النجوميه، انت نجمي، عم بيقولوا مشاهدين عنك انك ولدتي نجمي، ويمكن هذا الحقيقه. غيرتك النجوميه، غيرتك الشهره، علاقتك باهلك باصحابك؟ بقول لك اوقات شو بيصير معي، انه بحس انه اوقات العالم عم تطلع علي يعتبر اذا انا بمطعم اما شيء ما بفهم ليه، بعدين بتذكر انه انا بدك تحسي من هون ورايح تنتبهي لكل حركه ولكل لفه. بس تكون عم تعمل شغلك بمحبه وبتعمله لانك بتحبه، لانه بيعني لك وجودك فيه، ما بيعطي في مجال للتكبر، لانه بيكون علاقتك معه حقيقيه اكثر. دراستك وين صارت؟ عم تتخرجي بعتقد، صار قريبا تخرجي. صح، انا عم بحضر فيلم دبلوم تبعي، لانه هو فيلم التخرج تبعي، وبس انا خلصت الكورات عندي بالجامعه، الجامعه اليسوعيه. أنا بتمنى لك التوفيق طبعا بدراستك. هل ممكن نشوف شيء من هالأغاني على طريقة الفيديو كليب؟ هل ممكن نشوف كليبات من السداد الجديد؟ وهل ممكن يكونوا من إخراجك مثلا؟ هلا أكيد دائما، هلا إحنا بعصر الصورة، وكثير مهم إنه الفيديو كليب يرافق الأسطوانة، ونحن حاطين براسنا أنا وأسامة عدة أغاني معقول تتصور، لأنه حرام
هيك موسيقى فيها هالقد صور ومشاهد ومثل ما انت تفضلت وقلت انه موسيقى تصويريه حرام انه نصورها وتكون موجوده قد للعالم، فنحن اكيد عم مفكرين بهيدا الشيء. واسامه طرح انه دعمني من هالناحيه، دعمني من بالاخراج، وطرح انه انا كمان كون مخرج كليبات. شو حابه الليله تقولي لاهلك لامك وبيك اللي هن اكيد حطوكي على سكه من صغرك؟ بس عرفت انه جدك كان رئيس الجوقه بالكنيسة، خوالك أصوات عماتك، يمكن ما بعرف العائلة كلها عندها بالجينات، بتأمني بالجينات بهالمسائل؟ بآمن أكيد، بس ما بعتقد إنه هي كل شيء. بعتقد إنه في عدة عوامل بتعمل شخصيتك، بس هي أكيد ومن الأشياء هن الجينات. عم بتغني أغاني فيها إحساس عالي، فيها حب ومشاعر. قبل ما نقول لعند أسامة، انت يعني هالحالات بتعيشيها بالواقع، عايشتيها؟ يعني انت عم تغني غنية حب وهالقد احساسك عالي فيها مثل ما شفنا بالمسرحية مثلا. حب يعني في حدا عم بيقول لي بدين تسألها عن الحب. انا بحب اسأل شخصية، بس مش دايما اللي بتغنيه بتكون عايشه، لانه اوقات في مواضيع بتتطرق لها انت ما بتكون قاطع فيها، بس اذا بدك ايش التكنيك تبعك بتخليك انك تقلب هيدا الشعور اللي انت عشته بحياتك لشعور تاني، وتجرب تجسد حاله تانية انت، واذا بدك عم تستند لشعور اخر. الحال مرات بنغني الاشياء اللي مفتقدينها بحراره اكثر من الاشياء اللي بنعيشها، لان لما بنكون عايشينها بنفضل نعيشها مش نغني. طيب نحن وماشيين، بس بتقولي لي لو سمحت تفضلوا لانه ما نسمع مسك الختام، حابه تقولي شيء لامك ولبيك الليله؟ اكيد بدي اقول لهم انه هن عندهم، انا بدي اشكرهم كمان على هالموهبه اللي اعطونا اياها. اول شيء بدي اقول لهم انه مثل ما قلت لك انه انا تكونت شخصيتي بعائله، اذا بدك فيها نحن كلنا متقاربين من بعض، وبتمتد هيدي العائله مش بس للام والبي اللي هي اكثر اكبر وهي بشامله اكثر، وهذا الجو اللي بخليك انت تكون عندك سند وبتحس حالك انت بامان، وبيعطيك ثقه بالنفس انه لو شو ما صار في ناس حيك. واخ عندك اخت وخي؟ عندي اخت وخي. خي اصغر مني اسمه ميشيل مايكلو مايكي، واخت اسمها زينه اكبر مني بست سنين. اصواتهم مثلك حلوه؟ لا ما صوتهم مش حلو. لا بس عندهم نحس الموسيقى، يعني كلنا بالعائله بنحب الموسيقى. بس تقول انه مش بس رح نعتمد على شيء، بركي كمان يكون في دراما بالتلفزيون نعتمد او هي تخرجها كمان. كرمال يوسف حداد قد ما هلكني انه لازم نعمل شيء، بقى بركي ان شاء الله يكون شيء كمان نعمله، اذا نعمله على مستوى الموسيقى والمسرح. كمان رح نسمع هلا لا بدايه ولا نهايه اللي هي اعطت اسمها للاخوان. قبل ما تبلش، وانا طبعا بشكركم كثير على تشريفكم نخليك بالبيت، بدي اقول لمشاهدينا انه ضيف الحلقه المقبله هو الشاعر الكبير، احد يعني كبار الحداثه الشعريه وقصيده النثر بالعالم العربي، الشاعر معروف أدونيس، بعد الجدل اللي أثاره حواره الأخير بجريدة الحياة حناقشه بانطلاقا من هالحوار الأسبوع المقبل. تفضل. تبشر بشتيت الشرين وجوه أسامي
ببالي حدا يذكرني لمين الدنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور انت حولي وانا حولك في شي جاذبنا ومن دور الصيف انتهى ما قلت لك شي بيزعل ليش زعلان عالشقة بتبقى اساميهم على الموج وعالشيطان سامع متلي صوت الجرس مدري بأي وديان عم ينده لحدا ضايع بده يدلو عالإيمان واطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من ايام يمكن لو تبس لي المطرح تهدأ أوجاعي وبتنام صيف السنة انتهى بسرعة واحمرت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر متلن شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب وأنا بتذكرني وبتخيب بمرق ببالك وبروح من بده يداوي للجروح والقمر بالسما يدور انت حولي وانا حولك في شي جاذبنا ومن دور الصيف انتهى ما قلت لك شي بيزعل ليش زعلان عالشقة بتبقى اساميهم على الموج وعالشيطان سامع متلي صوت الجرس مدري بقية وديان عم ينده لحدا ضايع بده يدلو عالايمان اطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من ايام يمكن لو تبس لي المطرح تهدأ اوجاعي وبتنام صيف السنة انتهى بسرعة واحمرت احراش الغار والمرة اللي شعرها احمر متلن شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية